والآن إلى الأحوال الجوية والطقس مع الزميلة مرة أخرى والأخيرة فاطمة خليل. شكرا ياسر، شكرا نهى، وأهلا بكم مجددا. وأخيرا مشاهدينا، وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 25، إسكندرية 31 24، مطروح 30 24، بورسعيد 32 25، الإسماعيلية 38 24، وجوها حار. بالنسبة للسويس 36-25، العريش 33-24، طابة 36-25، شرم الشيخ 41-29، الغردقة 38-28، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 41-27، أسوان 42-27، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 38-29، حلايب 36-30، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.